السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين نتعلم بقى بايثون وندخله في الذكاء الاصطناعي، ففي اكتر من منصة كده، فيهم حاجات مجانية وفيهم حاجات بفلوس، وفيهم حاجات بتبقى قوية وحاجات ضعيفة، وفي حاجات بتبقى فيها شوية مزايا. طيب انا بالنسبة لي بعد مقارنة بين اكتر من حاجة، لقيت ان انسب حاجة بالنسبة لي جوجل كولاب، يكفي ان هو تبع شركة جوجل. طيب هفتحه ازاي؟ ادخل على درايف عندك على الجهاز، وتعالى هنا على نيو، ويقول له مور، ويدور بقى على جوجل كولاب. هيفتح معايا بالشكل دوت. من هنا بقى تبدأ تقدر تكتب البرمجة بتاعة البايثون، يعني اي درس انت سمعته على البايثون وعايز ان انت تطبقه تقدر تكتب الكود هنا. طيب اول حاجة نكتبها ايه مثلا؟ هنا بيقول لي ان انت مرتبط تقدر تربطه بالذكاء الاصطناعي. طيب انا مش عايز الخطوة دي دلوقتي، بس بقول لك ان هنا في مكتبات كتيرة جدا تقدر انت تستدعيها، ويكفي ان انت مش هتسطب اي حاجة خالص. يعني انا مسطب اناكوندا ومسطب بعض الحاجات عندي على الجهاز، انت هنا مش هتحتاج تسطب اي حاجة خالص. تمام. طيب خليني اقول له مثلا اول كلمة لما بتعلم برمجة بتقول له برنت، وتقول له مثلا اي حاجة بقى، ايه، هلو وورلد. هلو وورلد، تحس كده ان انت لو ما كتبتش الجملة دي وكتبت اي جملة تانية هتلاقي البلوس بيخبط على البيت. لازم اي لغه برمجه تعلمها تكتب هالو وورلد. تمام. تبدا تشغل، فهو يبدا ان هو ياخد الامر ده ويبدا ان هو يشغل، جابها لي بالشكل دوت. طيب اقدر اجي هنا واقول له ان انا عايز اكتب اي حاجه تانية. تمام. طيب خلينا مثلا ايه نقول له ان اكس بتساوي 3. تمام. خلي بالك اللغة هنا سهلة، يعني ما اضطرنيش ان انا اقول له ان اكس دي عبارة عن نص ولا كتابة ولا حاجة خالص. تمام. لكن ليه ان انا احددها لو انا عايز، ومش لازم تكتب سيمي كولا. طيب هقول له برنت اطبع لي الاكس، هو حتى بيديني بعض الحاجات اللي تساعدني في الكتابة اكس. طيب خلينا بقى نشغل اهو، خلاص طبع لي هلو وورلد وطبع لي 3. وممكن حتى تقول له ايه الاكس دي انا عايزك تزود عليها 6 مثلا وتشغل. فزي ما انت شايف كل الدروس التعليميه في اي قناه في اي مكان هتقدر انت تطبقها هنا على جوجل كولاب بسهوله جدا ومفيش اي مشكله خالص. طيب ممكن نلغي دول او نسيبهم، مفيش اي مشكله خالص، يعني لو سبتهم مش هيعملك مشكله، بالعكس هيتبعوا بدون اي مشاكل. طيب انا عايز دلوقتي استدعي مكتبات خاصه بالذكاء الاصطناعي، هقول له امبورت. تمام. اول ما كتبت كلمه امبورت، ودي كلمه مسجله عنده متخزنه ما ينفعش اسمي بيها متغير، خدت اللون دوت. هقول له بقى ايه، انا عايز المكتبه اللي اسمها نمبي. تمام. از ان بي، هو اوتوماتيك كتبها لي. تمام. كله تمام، شال لك الخط اللي تحت الكلمه. هقول له طب برضو استدعي لي مكتبه تانيه، دول من اهم المكاتب اللي احنا ممكن نستخدمهم، بانداس. تمام. اس بي دي، هو كمان ايه اختار الاسم. طيب انا عايز ابدا اقرا من قاعده بيانات او من ملف معين، فهقول له هعرف متغير اسمه دي اف، ده اللي هبقى متخزن في الحاجه اللي انا ممكن بعد كده اطبعها، هتساوي اقول له بقى ايه بي دي. بي دي المكتبة اللي احنا عرفناها اللي هي بانداس، واقول له دي انا عايز اقرأ منها ملف. تمام. هو بدأ يجيبها لي، انت تشوف بقى الملف، عايز اكسل، عايز انمي اتش تي ام ال، زي ما انت عايز. انا اخترت ان انا سي اس في. طيب ممكن تحمل ملف من عندك مع الجهاز. تمام اهو، او ممكن تيجي هنا، شايف هنا ده الفايلز، تقدر تحمل، تقول له انا عايز اعمل ابلود للملف، وتقدر انت تحمله، وممكن تحمله عندك في جوجل درايف وتاخد الامتداد من هناك عادي، او ممكن تقول له انا عايز حاجه من معاك جاهزه. تمام. هاجي هنا واقول له كوبي باس، انسخ لي الباس دوت، واجي هنا واقول له حطه لي بالشكل دوت. لو في اي مشكله هيبدا ان هو ينبهني ان في مشكله. طيب لغايه دلوقتي مفيش مشكله خالص، عظيم جدا. هاجي هنا بقى بعد كده اقول له ان انا عايز تطبع لي حاجه معينه، مثلا اطبع لي، وهبدا بقى القوسين بتوعي. تمام.
عايز اطبع ايه بقى؟ عايز اطبع الدي اف اللي احنا اخترناها، بس مش عايز اطبعها كلها، عايز اطبع بس الهيد عشان اتاكد. تمام. طيب ونقول له رن. عظيم جدا، دخل وفتح الملفات واداني الهيد اهوت، واداني اول 5 حاجات. هو بيبدا العد من الزيرو، فزيرو 1 2 3 4 خمس صفوف ارهم لي بالشكل دوت. فدي البدايه بتاعتنا مع جوجل كولاب، ومع الوقت ان شاء الله نبدا نتعمق في تعلم ونطبق عليه. ده انا شايف ان هو اسهل منصه، كفايه ان انت مش تحتاج لتسطيب اي حاجه على الجهاز عندك.